هذه أبحر الشرع المطلوب معكم، تقطيعات بحر الطويل والبسيط والوافر. التفعيلي اللي بتكون آخر تفعيلي في صدر البيت، أول نص اسمه صدر البيت، سموه صدر لأنه الصدر بالمقدمة، فأول مقدمة البيت هو الصدر، والعجز هي المؤخرة، فالعجز هو نصف البيت الآخر. تفعيلي الأخيرة في النص الأول هون، هاي اسمها تفعيلة العروض. في كل البحور هان عروض هان عروض، يعني في البسيط هاد اسمها تفعيلة مين؟ العروض اللي هي فعله. وفي الوافر هاد اسمها تفعيلة ايش؟ برضو العروض اللي هي فعله طبعا. والتفعيل الثاني اللي هان اخر واحدة اسمها تفعيلة الضرب، ضرب ضرب، وهان فاعل اذا تفعيلة الضرب ايضا، وفاعل هان تفعيلة الضرب اخر تفعيل. ما تبقى من الشعر او من التفعيلات، ما تبقى اسمه الحشو، الحشو تبعت البيت، الحشو تبعت البيت هي ما تبقى من التفعيلات. فالتفعيل الاولى والثاني والثالث حشو، الاولى والثاني والثالث حشو. وصلت الان سؤالنا الاول، التفعيلتان الرئيسيتان في البحر الطويل هو فعول مفاعيل، يعني هذا فعول مفاعيل، يعني مش فعول مفاعل الثاني هذا اللي زي هذا، ولا هذه تفعيل ثانوي من التفعيل الرئيسي اللي هي اسمها ايش؟ مفاعيل. فالتفعيلتين الرئيسيات فعول بالنون ومفاعيل بالياء والنون، يعني فعول باللام زي هيك، فعول او زي هان مثلا، حتى فعول هذه تفعيل مالها فرعية من تفعيل فعول. اذا ما التفعيلتان الرئيسيتان في البحر الطويل؟ فعول مفاعيل. ثانيا تلد تفعيلة فعول، وبجيبوا لكم اياها لازم مشكل، فعول في البحر الطويل وين؟ اولا في الحشو، ثانيا في الضرب، ثالثا في العروض، رابعا في الحشو والضرب والعروض. تيجي لما تيجي تقطع مفتاح بحر الطويل بتلاقي فعول بتجيش الا في الاول او في النص، في الاول او في النص، يعني فعول المفاعيل فعول، فعول المفاعيل فعول، في الأول أو في النص، يعني لا بتيجي لا في العروض ولا في الضرب، مستحيل مستحيل فعول اللي في بحر الطويل تخلص في آخر النص الأولاني اللي اسمه العروض، أو في آخر النص الثاني اللي اسمه الضرب، ولا وين بس بتيجي؟ بتيجي في الحشو فقط. ثالثا تالت تفعيلة مفاعيل، برضو مفاعيل في البحر الطويل، طلع وين بتيجي مفاعيل؟ في الحشو وفي العروض وفي الضرب، وين ما تروح بتيجي مفاعيل، وين؟ في الطويل. أنا كاتب لك هان وكذلك مفاعل، يعني عفوا تعريف مفعول اللي حكينا عنها قبل شوي كنا في الحشو فقط، وبرضه فعوله اللي هيك فعوله اللي هيك صغير بتيجي برضه في الحشو فقط وكذلك فاعله. الآن مفاعيل اللي حكينا عنها هي ومفاعل، هي أصيلتها الثانية، يا هذا يا هذا، الثنتين بجين في كل الأماكن. أني اللي بتيجي في الحشو والعروض والضار، برد عيد للبطيئين، تفعيلة مفاعيل هاي هيها، طلع وين أجت؟ طلع وين بتيجي؟ شوف وين بتيجي، وين ما تروح مفاعل أو مفاعيل، مفاعل أو مفاعيل، وين بتروح موجودة؟ حشو عروض ضار، مفاعيل ومفاعيل. الآن هذه مهمة، تلد تفعيلة مفاعي لحالها في البحر الطويل، مفاعي اللي تقطيعها زي فعول، مفاعي تأتي فقط في الضرب، ولا يمكن لا في الحشو ولا يمكن تيجي حتى في العروض. شوف تقطيعها ضرب حر، ها فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعي، هاي اللي بقصد عنها، مفاعي يعني التفعيل المقطوش من مفاعيل اسمها مفاعي،
بتجيش الا وين؟ بتجيش الا في الضرب، هان في النص العروض بتجيش، هذه حادثه حالها مفاعي للضرب، قاعده وحاطه اجر على اجر وبتسمحش لتفعيله ثانيه غيرها في الحياه تيجي محلها. تفعيله جدعه صاحب المبدا ماشي. التفعيلتان الرئيسيتان في البحر البسيط مستفعل فاعل، مستفعل فاعل هي التفعيل الرئيسي مش مستفعل فاعل، هذه لا هذه فمستفعل فاعل مش هيك تتركوا تقطيعاتهم هذول، يعني بجوز خربطوكم بقول لك مستفعل فاعل ولا مستفعل فعل ولا فاعل مستفعل ولا بعرف، لا مستفعل فاعل هذا التفعيل الرئيسي. ستة، تالي التفعيل فعل وبيجيبوها مشكلة فعل اللي تقطيعها أعطوني لون أحمر يو اللي تقطيعها هيها فعل هيها فعل فعل ترى وين بتيجي؟ بتيجي فعل في الحشو وفي العروض وفي الحشو، ما هي فاعل من فعل بس احنا، وفي الايش اخر تيجي؟ في العروض، يعني تفعيل فعل بتيجي في الحشو وفي العروض وفي الضرب فيه الثلاث. سابعا تالي التفعيل فاعل، هذه مهمة برضو جدا، فاعل شايفينها هذا فاعل هذه اسمها فاعل، هذه لا تأتي إلا في الحشو فقط، حادث حالة في الحشو فقط، يعني إذا فعل اللي كملها بتيجي في كل شيء، هذه اللي هي باء باء شحطة بتيجي وين ما تروح بتقول لها فاعل أنا صاحبة مبدأ حجي أنا قاعد محلي بتحركش في الحشو، افهموا الفرق بيني الآن. تالي التفعيل فعل لشحطين وين؟ بس في العروض والضرب. فأحد الأبيات عندكم بتيجي فيها هذه اسمها فعل بس بتيجي وين؟ في العروض وبتيجي في الضرب، يعني أستاذ منشوفش فعل في النص؟ مستحيل في الحياة بتشوفوا فعل في النص ولا بس في العروض والضرب. الآن آخر شيء ثمانية في البسيط، تفعيلة مستفعل والتفعيل الثاني منها متفعل، مال الأستاذ هذول بجين في الحشو بس، يعني مستحيل مستفعل أو متفعل ينتهي فيها تفعيلة عروض أو تفعيلة ضرب، بشوف هنش هان في الأخير في تفعيلات العروض بشوف هنش، لأن اللي في العروض حاجزات فعل أو فعل، في العروض والضرب فعل او فعل بس، لكن مستفعل هيها مستفعل 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 او متفعل وينها؟ لا ياتي الا وين؟ في الحشو فقط لا ينتهي بين البين، وفيه الهم تفعيلات ثانيه اللي هي مستفعل او مستعل مستعل تقطيعه هيو شحطة بابا شحطة، هذا نادر الوجود في البحر، بجوز يجيبوا لكم بيت لشان هذا تلقى تقطيع شحطة باش باشحطة، هذا شو اسمها؟ مستعل في بحر بسيط، برضو لا تأتي إلا في الحشو زيها زي مستفعل ومتفعل لأنها صورة ثانوية منها. أخيرا تفعيلة فعول في البحر الوافر لا ترد إلا في العروض والضرب مع بعض، ولا تأتي مطلقا في الحشو لأن الحشو هو مفاعلة إيش؟ مفاعلة. في سؤال دقيق، طيب شو ما هي التفعيلتان الرئيسيتان للبحر الوافر؟